نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. على فكرة احنا في انتظار مؤتمر صحفي لدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة طبعا، علشان مهم ان احنا نعرف ايه الوضع بالظبط، حالات الاصابات، التعافي، الاشتباه، فكل ده ان شاء الله ما بين لحظة والتانية هننقل لحضراتكم جانب من المؤتمر الصحفي. طيب، في نقطة مهمة برضو واحنا بنتكلم انه نقعد في البيت، مفيش طبعا قصة الشغل والحكومة، شفنا طبعا تخفيف الاعداد والاجازات بالنسبة لفئات بعينها، لكن عندنا حياة اشكالية اللي هي العمالة غير المنتظمة او الموسمية اللي هي اليوم بيوم، وزي ما احنا بنقول طبعا في وقف حال، والناس طبعا ارزاقها وشغلها والكلام ده. وكنا تابعنا قرار مهم انه يبقى فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا انه يبقى فيه برضو مساهمة، والناس تحاول تخفف العبء عن هذه الفئه بانه هيبقى فيه يعني 500 جنيه، دي منحه استثنائيه هيتم اعطائها للعماله غير المنتظمه. خلينا نشوف بقى ايه طبيعه الاجراءات، هل عندنا قاعده بيانات، نوصل ازاي لهذه العماله، وكمان نقطه متعلقه بالقطاع الخاص. على كل الاحوال احنا معانا على التليفون معالي الوزير، وزير القوى العامله السيد محمد سعفان. برحب بحضرتك معانا يا سياده الوزير. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور يا فندم. سياده الوزير، العماله غير المنتظمه والمنحه الاستثنائيه 500 جنيه، ازاي هيتم صرفها وايه اللي بتعملوه يعني علشان نوصل للناس؟ هو طبعا كلنا عارفين التوجهات اللي بتجيلنا من السيد رئيس الجمهوريه بالفئات الاكثر احتياجا، ويمكن العماله غير المنتظمه خدت من اهتمام السيد الرئيس اكثر من مره، والمره دي برضو وجه ان لازم يكون في نظر الى رعايه هذه الفئه من العماله، لان زي ما احنا عارفين ان الناس دي احيانا بتشتغل عده ايام في الشهر، وان هي رزقها متوقف على عملها اليوم. صحيح. بناء على كده احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين واتكلمنا قبل كده اكثر من مره في هذا الملف، ان احنا ال 27 مديريه على مستوى محافظات الجمهوريه، كل مديريه فيها اداره خاصه بالعماله غير المنتظمه، يتم تسجيل العماله فيها من خلال المقاولين الذين يعملون لدي هؤلاء العمال. وبالتاكيد من خلال هذه القاعده بالفعل تم. بس معلش يا فندم، من خلال المقاولين او الشركات اللي بيشتغلوا فيها، ولا ممكن العامل نفسه هو اللي يتوجه؟ لان يعني ممكن اي حاجه تقع، يبقى الشركه عارفه ان دول عندها، لا مش عندي، فيعني هل يعني في اسلوب ان الفرد نفسه، الشخص نفسه يعني يروح ويسجل اسمه ويكون هو مستحق لهذه المنحه؟ انا بفرق ما بين اللي موجود بالفعل في سجلات القوى العامله، تمام، ودول عددهم 120 الف عامل، دول قواعد بياناتهم جايه من التعامل المباشر مع المقاولين الذين يعملون لديهم. تمام. اما بالنسبه للموقف اللي احنا فيه النهارده، التوجيه الرئاسي جاي ان يتم رعايه كل العماله غير المنتظمه. فاحنا بناء على كده بالتأكيد من ثلاث أيام أطلقنا على الموقع الإلكتروني استمارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، يعني يمكن أن لغاية النهاردة الساعة 5 كان وصل العدد اللي تم تسجيله أكثر من 130 ألف، غير ال 12 ألف اللي مسجل عندكم أصلا، غير ال 120 ألف. 120 ألف واللي تسجل 130 ألف و 120 ألف دلوقتي كانوا موجودين. إحنا طبعا ال 130 ألف دلوقتي بيتم تدقيقهم، ومجرد ما ننتهي من التطبيق باذن الله سيتم ايضا صرف المنحه الاستثنائيه ليه. تمام. الوضع بقى يا سياده الوزير بالنسبه للقطاع الخاص، احنا دايما عارفين لما بيبقى في مثلا علاوه ولا عايزين نزود بيبقى بناشد القطاع الخاص انه يعني يساعد ويقوم بده، هل في وسيله لالزامهم في الوقت الحالي بالتخفيف، ان الناس برضو يعني تبص بعين الرحمه واحنا في وضع استثنائي؟ هو يعني الكل دلوقتي تحت وطأة هذا الحدث وهذه الأزمة، وبالتأكيد حتى في بعض القطاعات في هذا القطاع الخاص يعني سيتم النظر إليها بحجم التضرر اللي وقع على كل قطاع على حد. لا، أنا النقطة اللي بتكلم فيها ان القطاع الخاص، الناس اللي شغاله في القطاع الخاص، اصحاب الاعمال دول واصحاب الشركات اللي يعني بيبقى يعني لغايه دلوقتي برضو رافضه انها تدي للناس اجازه، او حتى انها توزع العمل، ناس تشتغل ناس لا، الكلام ده كله ساعات حضور وانصراف يعني زي ما بيقول الكتاب. فبالتالي الموضوع ده هل من الممكن انه يبقى فيه تواصل مع القطاع الخاص، توجيهات بعينها انه والله برضو نخفف على الناس في الوقت الحالي؟
يعني هو كان التعنت ده موجود بالفعل في الاسبوع الماضي، لكن مع بدايه الاسبوع ده الموقف يعني تغير، لان الناس حتى عندها اصبح في احساس بالخطوره الحتميه اللي موجوده، فاصبحت الاستجابه استجابه سريعه. يمكن الحالات اللي احنا تعرضنا ليها في كذا محافظه بالفعل اصحاب الاعمال تفهمت الوضع واعطت الجزء منهم اعطى اجازه مباشره للعمال مدفوعه الاجر، والجزء الاخر قام ب يعني اتخاذ الاجراءات الاحترازيه من حيث تخفيض التجمعات والعمل على اكثر من ورديه حتى لا يكون هناك تعرض للاصابه داخل المصنع الخاص. لو حصل عدم الالتزام بالشكل الكامل اللي احنا عايزينه، هل من الممكن يعني يبقى في من خلال حضراتكم يبقى في مثلا ناس تشتكي، ناس تقول والله في تعنت معانا في جهه معينه، في خط ساخن، في حاجه، ان نساعد برضو معاهم في الموضوع ده؟ يعني احنا بالفعل ادينا تعليمات ان مفتشين السلامه ده المهم بالنسبه لهم النهارده هو التأكد من هذه الإجراءات الاحترازية لعدم التعرض للإصابة. تمام. وبالفعل بيعملوا في هذا المجال وصدرت لهم التعليمات بهذا الأمر، وبالفعل كل مفتش السلامة بيعملوا من خلال يمكن النقطة الوحيدة وهي التأكد من أن الشركات والمصانع بالفعل تأخذ كل الإجراءات الاحترازية لعدم التعرض لأي إصابة. تمام يا سيادة الوزير، شكرا جزيلا. سيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشكر حضرتك يا فندم.